الاستطلاعات الأخيرة تؤكد تناقص المواد الغذائية والوقود وإغلاق الأسواق والمتاجر وشح المياه وانقطاع الكهرباء في العديد من الأحياء وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص في القسم الغربي للمدينة بين 750 ألف و 800 ألف الامدادات التجارية للموصل خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت قليلة إن وجدت بعد أن تم قطع الطريق الرئيسي إلى سوريا التقيت بشيخ الازهر الامام الاكبر اعلى مرجعيه سنيه لم تفرض وضع الغطاء هذا ليس بالامر الخطير انقلوا احترامي الى المفتي ولكن لن اضع الحجاب التهديدات المعاديه للساميه التي تستهدف اقليتنا اليهوديه ومراكزها مريعه ومؤلمه وتذكير حزين بالعمل الذي يتوجب ان نقوم به لاستئصال الكراهيه والانحياز والشر مشكل التسويه لا يقتصر فقط على اعطاء شرعيه لكيان غاصب من خلال التفريط في حق الشعب الفلسطيني لكن المشكله الاساس هو ان التسويه لا تنسجم مع راهن الوضع الفلسطيني ولا تاخذ بعين الاعتبار التوسع والقمع الصهيوني لكن الشعب الفلسطيني استطاع ان يثبت خطأ من يدعون الى التسويه، والنتيجه ان هناك اجماعا وطنيا على المقاومه كي ينال الشعب حقوقه المشروعه. وقد استطاع الشعب الفلسطيني ان يفرض خلال العقود الثلاثه الاخيره معادله المقاومه والانتفاضه مقابل التسويه. ورغم كل الصراخ وكل الحديث والضجيج عن قانون انتخابات تم نقاط تلاقي بين اللبنانيين على قانون انتخابات يمكن الاستناد إليها لجمعة والدخول في مشروع قانون واحد يحفظ التنوع في لبنان يحفظ التعدد في لبنان يحفظ الشراكة في لبنان ويكون أساساً لتطبيق اتفاق